كورة يتابع ردود أفعال جماهير الزوراء بعد الفوز على أمانة بغداد بالدوري. يعني صح اليوم فاز الفريق، بس احنا بصراحة يعني الدوري الزوراء بعيد عن المنافس، لأن فرق 13 14 نقطة صعب، وخصوصا بوجود الجوية والشرطة فرقهم بالفورمة. بس احنا ان شاء الله نتأمل ان الفريق واللاعبين على مباراة الجوية بطولة الكأس، وان شاء الله تحقيق اللقب. الشوط الأول زينين، الشوط الثاني فريق رجع لي ورا، فريق رجع لي ورا. الكارثة مهاجم ماكو، الإدارة النموذجية مال فلاح حسن، الزوراء ما عنده مهاجم. احنا نقول مبروك الفوز للكادر التدريبي واللاعبين، بس الفوز يغطي العيوب. اليوم الفريق كان سيء بالشوط الثاني. كابتن انت اليوم شفت المباراة، مباراة رغم فوز الزوراء بس شلعت قلوبنا، ماكو مهاجم، ماكو مهاجم. مبروك الفوز على الزوراء، بس الأداء ما كان مقنع، يعني أداء الشوط الأول متواضع، الشوط الثاني ابد كل شيء ماكو. والله هو الاداء من زمان الزوراء مو اول مره، يعني عصام محمد الجوز انقذ الفريق، بس احنا شو نقول؟ الاداره، نقول الاداره خلت تراجع حساباتها بعد كافي، عيب استحوا فلا حسن، يعني الى متى؟ يعني الى متى؟ عوف النادي كافي تشلبت. احنا مو جايين عمود الفوز عمود النتيجه، لا، احنا جايين على الاداره. الثمانينات ماتوا، التسعينات هسه بالدوار طلعوا تقاعد. فلا حسن ما تقول ايش تريد من الفريق، فهمنا ايش تريد.